للحديث أكثر عن الملف اليمني وانتهاكات ميليشيا الحوثي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول رئيس مركز زيني يمن الأستاذ صالح الجبري. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. الجيش اليمني أكد أنه يواصل تكبيد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في مأرب، لماذا يحاول الحوثيون التقدم نحو مأرب على الرغم من هذه الخسائر المتوالية؟ شكرا جزيلا لك وللمشاهدين الكرام. مأرب هي الصمام الأمان للجمهورية اليمنية. مأرب هي منطقة النفط. مأرب تحتوي على أو يتواجد فيها أكثر من 3 مليون يمني نازح من كل محافظات الجمهورية، وبالذات التي لا زالت تحت وطأة احتلال ميليشيات الحوثي الإيرانية. مأرب لها تاريخ مع الحكم الإمامي منذ الخمسينات والستينيات مع الإمام أحمد وغيره، وكانت هي صخرة ضد الملكية. مأرب هي الجمهورية وتمثل السلطة الشرعية وهي تمثل الدولة، وبالتالي الحوثي حاول من 2015 وليس من الآن، ولكن لم يستطع أن يتقدم، بل وصل في 2015 المعارك إلى داخل المدينة نفسها، ثم بعد ذلك حررت مدينة مأرب. وفي 2021 منذ يناير بداية هذا العام إلى الآن، وكان يظن أنه سيدخل خلال يوم أو يومين، ولكنه يقدم يعني آلاف القتلى من أبناء الشعب اليمني دون الوصول إلى هذه المدينة. وبالتالي مأرب هي تمثل الشرعية وهي آخر مدينة للشرعية في المناطق الشمالية. هل تعتقد بأن الجيش اليمني والقوات قادرة على حماية هذه المدينة من السقوط في يد الحوثيين؟ الجيش اليمني معه المقاومة الشعبية ورجال القبائل في مأرب وغيرها، هم من يقفون ضد ميليشيات الحوثي. الحوثي يستخدم أسلحة النظام السابق، يملك من الصواريخ والدبابات الحديثة التي استلمها بعد مقتل رئيس النظام السابق علي عبد الله صالح، فهو يقاتل بجيش الدولة، بجيش الذي صار يعني أخذ من أموال الشعب اليمني وتم شراء هذا السلاح، والآن مع الأسف بأيدي ميليشيات الحوثي. ومع هذا هناك جيش يمني منظم له خبرة كبيرة، هناك رجال القبائل، والكل رفع شعار أن يعيشوا أحرار، ولا يمكن أن يدخل ميليشيات الحوثي مدينة مأرب، وله كما ذكرت سابقا هذه الفترة الطويلة ولم يستطع أن يتقدم. ومع الأسف يعني كل يوم عبر إعلامه يعني ينقل صور الجنائز بالمئات مع الأسف الشديد دون اتعاظ، وهو يرمي بأبناء الشعب بالذات أبناء القبائل والأطفال إلى محرقة صحراء مأرب. وزارة حقوق الإنسان اليمنية حذرت من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في معسكرات التجنيد، وهذه المعسكرات في الحقيقة وصمة يعني على جبين الحوثيين الذين يستغلون الأطفال في جبهات القتال بهذه الطريقة ويلقون بهم إلى أتون الحرب. الأخطر من ذلك هو غسل أدمغة هؤلاء الأطفال منذ سن السادسة عبر المدارس الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، وعبر التدريس في المراكز الصيفية. وبالقوة هناك 2 مليون طفل يمني خارج المدارس بسبب خوف الآباء من ذهاب أبنائهم إلى هذه المدارس والمراكز الصيفية التي تغسل أدمغتهم بهذه الخرافات والخزعبلات. وكثير من المنظمات الدولية وعلى رأس الأمم المتحدة يعني أصدرت عدة بيانات، لكن هذه الميليشيات لا وازع لها ولا قيم ولا أخلاق، وفقدت كثير من قياداتها ومن الصف الأول والثاني، وبالأخير لجأت إلى يعني زج الأطفال إلى المعسكرات، ومن معسكرات مباشرة إلى جبهات القتال الذي يعني السلاح قد يكون أحيانا أكبر من هذا الطفل. أطفال كثير تم أسرهم في جبهات مأرب والجوف وغيرها من الجبهات مع الأسف الشديد، وتم يعني تأهيلهم وإرجاعهم إلى 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 أسرهم، ويعني كثير منهم سقطوا أيضا في هذه المحرقة في محرقة مدينة مأرب. إذن الحوثي لا يملك قيم ولا يملك أخلاق ولا يملك عرف ولا عادات ولا تقاليد التي موجودة وعرفت لدى الشعب اليمني، وبالتالي هذه وصمة عار في جميع ميليشيات الحوثي التي لا زالت وبالقوة يعني تجيش الأطفال وترهب الآباء بتقديم يعني أبنائهم إلى جبهات القتال والذين يعودون يعني على الرغم من ذلك يعني الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي ما يزال صامتا إزاء هذه الجرائم، لماذا باعتقادك؟
هذه هي المصيبة الكبرى، لأنه يتعامل مع ميليشيات، يتعامل مع عصابات، ولم نرى وازعا وقوة ردع من قبل الأمم المتحدة عبر ممثليها في اليمن الأول والثاني والثالث والآن الرابع. مع هذه ميليشيات، هذه عصابة، عصابة لا تملك قيم، عصابة هي تعرف أنها لها وقت معين ثم ستنتهي، عصابة تأكل وتنهب وتسرق أموال الشعب اليمني. وهذه الدول يعني لا تتعامل إلا مع دول، لا تتعامل إلا مع شرعية، لا تتعامل إلا مع حكومات. فهذه العصابات لا تحترم لا قوانين، لا تحترم لا عرف، لا تحترم لا يعني ما يصدر من بيانات في الأمم المتحدة ولا المنظمات المحلية ولا الدولية، وبالتالي الحل معها هو الحسم العسكري وليس غير ذلك. شكرا لك الأستاذ صالح الجبري، رئيس مركز يني يمن، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.